للأسف رئيس الجمهورية هو كذب كذبة وصدقها، وللأسف مرة أخرى صدقها معه بعض التونسيين، وهؤلاء الذين صدقوا عددهم في تآكل مستمر مع هذه الأشهر. ولكن الأكيد ويمكن أن أؤكده لك عن علم أن الجهات الدولية المالية أو السياسية أو الحقوقية أو البرلمانية بجميع مؤسساتها لا يمكن أن تمر هذه الرسائل الكاذبة والتي يحاول من خلالها رئيس الجمهورية تبرير ما قام به وإنكار ما هو بصدد القيام به يوميا من تفكيك للبلاد التونسية ومن انتهاك للحقوق والحريات.